اخواني اخواتي سلام الله عليكم. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله بعيدا على مجال الطبخ بعيدا على مجال الكوزينه جيت نشارك معكم مجال اخر اللي هو مجال الاتواب. كيف ما شفتوا معايا او لا تشوفوا معايا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم بعض الموديلات الجديده لان ما شاء الله كاين الكثير. هذا فقط في هذا الفيديو جبت لكم فقط القليل يعني بعض الموديلات الجداد ديال الملحفه الخاصه بالخياطه ديال البيجامات العبايات. يعني كاين اللي تلحف بها وكاينه اللي تستغلها يعني تخيط بها بيجامه تخيط بها عباية لأن الثوب ديالهم تيكون بارد وزوين. يعني في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا بعض الألوان وبعض التشكيلات وإن شاء الله في فيديوهات قادمة نشارك معكم يعني كل ما استجد في 2020 بإذن الله. على بركة الله غادي نبدأ معكم بأول ملحفة أو التوب. غادي نحلها باش تشوفوا مزيان. هو بالنسبة للأرضية ديالو في البيج ومزيين بالألوان يعني الديغرادي ديال الموف والديغرادي ديالو والفانيدي كذلك والديغرادي ديالو. ثوب بارد ما تيتمازاش وما فيهش ريحه النيلو يعني ثوب رائع. حتى بالنسبه للزواقه ديالو رائع جدا. ثاني ثوب معنا هو هذا. بالنسبة للأرضية ديالو السوداء أو اللي باللون الكحل ومزينة بهاد الورود و كنقول لهم بحال المشاعيل بحال داك البريونس يعني نور بالبيض وكذلك بالرمادي يعني فيه ثلاثة الوان ديكرادي بثلاثة الوان فيه الأسود والابيض والرمادي. هو كذلك ثوب جديد ما فيهش ريحه النيلو يعني ثوب 100%. وما تيبينش هذا اللون الثاني اللي فهاديك نفس الزواقه ديال هذا الكحل. ها هي في الموف فيها الموف والديغرادي ديالو كذلك فاتح. هنا راه تتكون هنا واضح اكثر من الاسود. هنا تبان لكم الزواقه احسن يعني داك الموف بارد دايرينو هو في الارضيه ومزينو بالموف مغلوق يعني في ثلاثه الالوان كذلك يعني موف بارد ومتوسط ومغلوق. بالنسبة للخياطة ديالو اللي بغات تخيطو بغات دير الكروشي بغات دير الراندا يعني على حسب الأذواق. غتاخد داك اللويل البارد غيجي فيه غزال. وحتى التوب ديالو ملي تتهزيه تحسي بيه ثقيل يعني ماشي ديك الملحفة الخفيفة. هادي راه من ضمن المميزات ديال الملحفه يعني الا كانت الملحفه خفيفه راه ما صالحاش للخياطه نهائيا. يعني نهز الكوب وحتى نشوفه يعني 4 متر
و60 تقريبا انت تهزيها تتحسي بها. هنا عندنا ثالث ملحفة، هي عندنا فيها البيج، هذه كذلك زواقة جديدة. البيج ومزين بالرمادي والديغرادي ديالو، يعني رمادي مغلوق رمادي مفتوح. هذه غزالة يعني اللي خداتها تجي بيجامة بالكروشي ديالها بالقري من داك الشي رفيع. ناخدو توب اخر هو كيف ما تتشوفوا لعشاق القهيوي واسبرو، يعني فيه دوائر صغيرة متوسطة كبيرة شوية، يعني ما كبيرش بزاف غير شوية القياس القهيوي. والتحت ديالو راه هو قهيوي بارد حتى البيج، غادي حتى البيج، يعني رائع جدا. وما تيبينش يعني حتى هادي، راه من ضمن النصائح يعني دائما نخطب ندير يديا من تحت ونشوف ونجرو ياك ما تيتمازا. انتوما كما شفتوا قدامكم ما تيتمازاش نهائيا، ما فيش نيلو، بارد ما تيبينش. دائما يديا نخشيها من تحت ونشوف واش غتبان ليا يديا ولا ما غاديش تبان ليا. يعني كاينين التواب لي خفاف راه 100% تديري هكا تتبان لك يديك، هذا واخا تخيطي به ما غاديش يعني الناس اللي تيلبسوا حاجه مستوره. هذا توب اخر زوقه اخرى. بالنسبه للارضيه ديالو راه بيضه ومزينه بهذا لي بوكي ديال الورود، يعني ورود فيه هذا الفينيدي والقهيوي والموف، باردين الوان بارده ديال الصيف، يعني بيجاما ديال الدار غزاله. نشوفوا توب اخر هو هذا لعشاق الاخضر والبلونكاسي والقهوي بارد والبيج، هو هذا يعني فيه ديغرادي ديال الخزي كما تنقولوا حنا مع داك القهوي بارد وزال. نشوفوا توب اخر هو هذا كما تشوفوا معايا، فيه عنده الورود من التحت والورود من الفوق بالقهوي كذلك ما تيبينش. التوب تاعو بارد، الوسط ديالو فيه القهوي والورود راه فيهم الزرق، يعني بلو سيال بلو غزال مع داك القهيوي بارد مع دوك اللوينات غزال رائع رائع. يعني الخياطة ديالو ملي تبغي تفصليه الورود تيجو الفوق وتيجو لتحت، هذيك هي طريقة الفصالة ديالو. هذا كذلك هذا رائع 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 رائع، هذا يليق حتى بحال هكا العبايات اللي تيخيطوا الناس بالنسبه لرمضان اللي غاديه للصلاه ديالها اللي غاديه، ما تيبينش نهائيا. توب معتبر محايد فيه القهوي، فيه داك الزرق ديال النيله، يعني ماشي اي زرق، رائع. يعني واخا هكاك الكاميرا ما عطاتوش حقه الطبيعي، يعني ملي تشوفيه مباشره 100% غادي يعجبك. والتوب ديالو ثقيل وما تيبينش نهائيا. هذا توب اخر.
كيف ما شفتو تاهو الارضيه تاعو مائله للبلونكاسي، يعني ماشي داك الابيض فرنسي، ماشي هو البلونكاسي فرنسي، يعني بين وبين، وفيه بعض تقريبا رقعات بالموف وبالفينيتي، يعني الوان ديال الصيف باردين باردين. هنا قربته بزاف ومع الاشعه ديال اللي تيدخلوا بينوا على انه بجوار، بينوا على انه اصفر، وماشي اصفر ماشي لا علاقه ليه باللون الاصفر، شوفوا لون اخر وثوب اخر. هذا صراحه عجبني 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 بزاف. هانتوما كيف ما شفتوه الارضيه ديالو في البيج، وفيه هاد الخطوط بالخزي مديكرادي بالاضافه لهاد الوريضات بالفينيدي، وهذوك العروشه غزال، يعني النتيجه ديال هاد الملاحف ما تيبانوا لك حتى تتخيطيهم، يعني ان فوا تتفصلي فيها عبايه او لا بيجامه. كاينين الناس اللي داروا فيهم جلالب، يعني كاين دير فيها عبايه تاع تصله طويله مغطيه بالشال ديالها، تقدري ديري، كاين اللي داروا جلالب، كاين اللي داروا عبايه، يعني كتفني فيه كيف ما بغيتي، وطيعتك يعني فيه العرض والتوب ديالو غزال، يعني اي حاجه بغيتيها فيه تديريها فيه. هذا ثوب اخر، الارضيه ديالو بيضاء وفيه هاد الوريضات بالرمادي، يعني الكري والديغرادي ديالو فقط، رائع كذلك هاد الثوب رائع. حتى بالنسبه للخياطه، يعني كاين اللي غدير فيه غير بيجامه هكا بسفيفه، غير شويه ديك السفيفه رقيقه، كاين غدير كروشي، تقدري ديري غير شويه ديك الملاقيه ديال الرنده، يعني عندك فيه الاختيارات. نشوفوا هذا الثوب الاخر، هذا الارضيه ديالو بلونكاسي واضحه، فيه هذوك الوريضات والوريقات فيتو بالحجري، وفيه واحد شويه الرمادي، يعني رائع تا هو كذلك، ستيل موديل جديد تاع 2020. هو قربته لكم، يعني خفيف ظريف، شي حاجه خفيفه، حتى الخياطه ديالو بحال دابا هذا ملي كله فاتح تاخدي غير داك الموف مغلوق تخيطي به غيجي طوب. هذا اللون ديالو كذلك نفس الزواقه، هذا عاوتاني في القهوي، ها هو راه فيه البيج، الارضيه تاعو بيج، وفيه الديغرادي ديال القهوي اولا البني. شفتي واضح، يعني اهم حاجه نقلبوا ياك ما تيتمازى، نشوفوا ياك ما تيبين، يعني هادو هما اهم الحاجات. وبالنسبه للالوان تيبقاو اضواق، نحيد هذا الشيء اللي كاين ليا هنايا باش نحل معكم هاد الثوابات الاخرين. ها هو ثوب اخر، هذا واضح واضح الالوان تاعو، واضحه الزواقه ديالو، يعني كاين هذا اللي فيه هاد الفانيدي والقهيوي والبيج، هذا اللي اختاريت انايا، يعني اللوينات تاعو باردين. الخياطه تاعو يا اما بالنسبه هاد الخطوط، يا اما تيجو عرض يا اما تجيبيهم طول،
يعني على حسب الرغبة ديالك وعلى حسب الخياطة ولا الخياطة اللي غادي تخيط لك. الألوان راه واضحين يعني، لكن الاختيار هذا نوع آخر. الوينات بادين زاهيين ديول الصيف بدون منازع، الوينات باردين يعني بني او لا قهوي بارد، ليموني او لا برتقالي بارد، وريضات من الفوق وريضات من التحت، والوسط بعد اش نقولوا مثل الرقعات. الارضيه تاعو راها بيج، ما تيبينش ما تيتمازاش، بارد غزال كلشي واضح. هانتوما دابا قربت لكم، هذا كان اخر ثوب في المجموعه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هاد المجموعات تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم فضلا وليس امرا. الى عجبكم فيديوهاتي ما تنساوش تدعموني بلي لايك. الناس الجدد مرحبا بكم، تابوناو عندي وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. شكرا جزيلا والسلام عليكم.